مشاهدينا الكرام، 5 محطات رئيسية يتم افتتاحها في هذه المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف LRT. هذه المحطات بالإضافة إلى محطة عدلي منصور كونها محطة تبادلية رئيسية في هذا المشروع. نتحدث عن محطة العبور المستقبل الشروق هليوبلس الجديدة وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة بدر. محطة بدر التي تعد من أكبر المحطات في هذا المشروع كونها محطة تبادلية تضم خط العاصمة الإدارية جنوبا وخط آخر للعاشر من رمضان شمالا، بالإضافة إلى محطة تبادلية لخط السكة الحديد القاهرة السويس. وهذه المحطة قام بتنفيذها شركة كونكورد للهندسة والمقاولات. يسعدنا أن يكون معنا رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أحمد العبدة. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور، أهلا وسهلا باشمهندس. يعني إذا تحدثنا عن هذا المشروع الذي نحن بصدده اليوم وبصدد افتتاحه، محطة عدلي منصور التبادلية المقامة على مساحة 15 فدان، إلى أي مدى ترى أن هذا المشروع وتحديدا القطار الكهربائي الخفيف سوف يغير من منظومة النقل في مصر؟ بص، هو المشروع ده مشروع عبقري. الناس لو مش عارفة، المشروع ده بيخدم حوالي 1,000,000 في اليوم، بيتنقلوا من أي حتة للعاصمة الإدارية. يعني هي رابطة المترو وبالتالي رابطة المونوريل، عندك هنا السوبر جيت والقطر والاتوبيس الترددي الكهرباء، ده اللي بيجيب من المطار. يمكن اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هو اللي في خلفنا دلوقتي، الاتوبيس الترددي والسوبر جيت. ايوه، انا بتكلم على محطه عدلي منصور، دي من اكبر المحطات في الشرق الاوسط. لما الحاجات دي كلها عشان اللي عايز يروح العاصمه الاداريه الجديده. بالنسبه لمشاركتنا احنا في المشروع، انا بحكي لك عموما ده على الال ار تي، وكمان كونه كمان مشروع صديق للبيئه، ده بيخدم 1,000,000 نسمة وحيوفر طاقة حوالي 1,400,000,000 جنيه بترول، يعني بنزين، على أساس إن الميكروباصات والأوتوبيسات هتقل. 1,000,000 نسمة دول بيستهلكوا حوالي 1,400,000,000 جنيه، غير طبعا انبعاثات هتقل، وزي ما انت قلت صديق البيئة. نرجع تاني لعدلي منصور. عدلي منصور تعتبر أكبر محطة تقريبا في الشرق الأوسط.